ممكن اعرف بقى خيال المآتة كان بيعمل ايه هنا وبالمنظر ده؟ لا شوف بلاش خيال مآتة دي، احنا جدعان قوي وما يغركش. انا كنت جون المدرسة. انت هتضرب؟ ايوه استنى يلا. انا لازم ارتكب جريمة دلوقتي حالا. مفيش داعي، هي ليلى اللي كلمتك في تليفون. انت؟ ايوه، حبيت اوريك ان الخيانه مفيش اسهل منها على الست اما تفكر تبيع ضميرها وشرفها. حبيت اسيك من نفس الكاس اللي سقيتني منه بعد السنين دي كلها. يعني انا كنت كوبري مشاه بقى. تحاشر نفسك ليه؟ لا ابدا مفيش حاجه. وديني لاكون مقطعك حته. انا احيي فيك روح الشجاعه والاخضاع. نعم ده انت املنا في في, في 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 كاس افريقيا. نعم وتصفيات كاس العالم كلها. بره. طب اخد الجاكيت. بره. البنطلون طيب. بره. طب اخد الجزمه. بره. حاضر حاضر. انا طالع. ايوه ايوه انتوا فاكريننا نايمين ورا الباب. هي الدنيا حر بره؟ حر. مصيبه يا عزت مصيبه. ايه خير حصل ايه؟ هقول لك. هي مراتك جوه؟ جوه كبسه على نفسي مش لاقي حاجه تخرج بيها. شنا خص الله يكسفك، طول عمرك كده فضحنا في وسط العيلة. مش انت اللي عملت تقول لنا هوبنز والزفت بتاعك ده؟ هوبنز ايه يا اخي؟ في ايه يا عزت؟ ناوليني جاكيت وبنطلون من بتوعي يا اوام. حاضر خد. خد البس يا استاذ. اوعى تكون لبستهم قبل كده. في ايه يا عزت؟ ما تقولي بقى مسعود ماله عامل في نفسه ليه؟ مصيبة. ايه هي المصيبة؟ مصيبة، نبقى قاعدين في حالنا والمصايب تجينا لحد عندنا. ايه بس اللي حصل؟ قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. ما تقولي بس يا عزت ايه اللي حصل؟ مسعود يا ستي. ماله؟ طلعوا عليه حرامية قلعوه هدومه وسابوه زي ما انت شايفة كده. وانت بتلبس ورايح على فين في وقت زي ده؟ رايح معاه الاسم، والله نعمل له محضر. علشان بدلة اتسرقت يا عزت تعمله محضر؟ اسود. بدلة؟ بدلة تتزرق من عيلة الشرنوبي، دي وصمة عار لا يمحوها إلا الدم. يا ساتر يا رب. ده أنا مرة جدي اتسرقت عمته الله يرحمه وجزمته، راح فيها 17 قتيل و12 جريح وفي 25 أسرى. كل ده عشان عمة؟ شوفي بقى بدلة يحصل إيه. طب يا حبيبي روح ربنا معاك. أنا مش هتأخر يا روحي. براحتك. هتوحشيني. وأنت أكتر. اتفضل يا متر. يا فاضح عيلة الشرنوبي. لذيذ قوي الحمام. تسلم ايديك يا حبيبتي. بالهنا والشفا يا حياتي. خير يا اكسلانس. افندم سيادتك متهم انت والمدام باستدراج هذا الشخص الساذج الى منزلكم والاستيلاء على ملابسه. مين حضرتك؟ نهار اسود. ودلوقتي بدل الفضايح والجرس ادونا العاده، ادونا هدومنا وكل واحد يروح لحاله. وجزمه وشراب. وجزمه وشراب. تفضلوا. انت لبستهم كده؟ احنا حبايب. مع السلامه يا اخويا. بقول لك ايه، حلال عليك الحمام يا عم بالسم الهاري. اصل المغفل قال انه عشر لكم البصل. مع السلامه يا اخويا. يا عم بلا هوبنز بلا نيله، كنا هنروح في ابو نكله. انت اللي منحوس، بدليل انك من عشر دقايق كنت قاعد عريان وبلبوص. في الوقت اللي فيه ممدوح دلوقتي قاعد بياكل حب، بيشرب حب، هايز في الحب طول النهار قاعد بيزلط حب. معاك حق، انا حظي منيل. ايوه بس مش عشان خدت بومبا قمت قاطع الستات كلهم اللي هم اروع هديه سماويه اتقدمت لاول راجل في التاريخ. يا ابن الهديه السماويه اللي بتقول عليها دي هي اللي خلتنا نجري في الشارع من غير هدوم. انا معاك انك كيدهن عظيم لكن حلاوتهن اعظم. انت ماشي من هنا ليه؟ رايح اسهر سهره اجدد بيها نشاطي. ومراتك اللي مستنياك في البيت؟ مراتي مين يا عم؟ ده انا بسبب حكايتك دي ضمنت حريتي 3 4 اشهر لقدام. النهارده في القسم مع ابن عمي
بكرة في النيابة مع ابن عمي، بعده في السجن مع ابن عمي، وأنا وابن عمي على ابن عمي. يعني ناوي تفضحني في العيلة؟ لا يا راجل، أعوذ بالله. طمن، أنت اتفضحت خلاص، ثانية مراتي ما بيتبلش في بقها فولة. مسعود، إيه اللي حصل يا حبيبي؟ طمني أوام، أحسن أنا والعيلة قاعدين نلطم ونصوت عشانك، والآخر تعبوا ودخلوا نام وأنا قاعدة استناك. طلطموا واستوتوا ليه؟ ثانية مرات عزت قالت لي على حاجات غريبة في التليفون. غريبة ليه؟ وما فيش حد استرق قبل مني؟ في، بس مش بالصورة اللي حكيت لي عليها ثانية. لا اه، حصل بقى بالصورة اللي حكيت لك عليها ثانية. ثم انا راجل بحب التبديل، ولما اتسرق لازم اتسرق بطريقة جديدة. ولازم بقى تعرف ان ما فيش حد من عيلة الشنوبي يضحك عليه. اه البدلة هي جت تاني. صحيح، انت لابس بدلتك مش بدلة عزت زي ما قالت لي ثانية. حكاية مش فوضى يا هانم، لازم تعرف اللي احنا ناس صحيين قوي وجدعان قوي. اه لا نخاف من بنيات ولا من سواطير ولا من دياوله. طب تعالى بقى اتعشى، عامله لك حمام محشي انما يجنن. مش عايز اسمع سيره الحمام، ومن هنا ورايح مفيش حمام يخش البيت، لا محمر ولا مشوي ولا بريش. ما تزعلش بقى وتتنرفز، تعالى اقلع واستريح. مش هقلع، هنام بهدوم وتنامي في حالك وانا انام في حالي. انا تعبان وعندي محكمه بكره. عارفه، واذا سهرت مش هتعرف القاضي من وكيل النيابه. لا المره دي بقى مش هعرف القاضي من المتهم. من فضلك، في حجز باسم الدكتور ممدوح الشرنوبي. ايوه ايوه اتفضل. شكرا. عشان تصدقي. آه صح. طمنيني، قلت لجوزك زي ما قلت لك؟ بالحرف. وما شكش في حاجه؟ معقوله هيشك فيا؟ يعني وافق على طول؟ على طول. اما مغفل بشكل. سرحان في ايه يا حبيبي؟ لا ابدا، بس صعبان عليا اني عذبتك معايا وجبتك لحد هنا، بس ظروفي كده غصب عني.